الدول المقاطعه على اتهام قطر بدعم الارهاب؟ طبعا الامريكيون يدركون اين يضعون قواعدهم العسكريه، يدركون اين يضعون تحالفاتهم. واعتقد ان من اسباب الحمله الموجوده الان هو محاوله لاظهار قطر وكانها خارجه عن المنظومه، واتهامها بعض الاتهامات التي عفوا التي يدرك الامريكيون انها ليست دقيقه. اسف. لا لا، خذ راحتك. تصريح وزير الدفاع الامريكي مثل تصريح وزير